باسم الله العلي الكبير نفتح الدورة الأولى ونجلس الأمة الذي تبدا بإرادة مرحلة العهد الدستور في دولة الكويت المستغلة. أنا مع الدستور مع القانون ونمشي نفس الوضع اللي تطلب فيه ثوابة شعبنا. فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن معكم في مركب واحد نمد لكم يد العون ونكون لكم السند والناصر والمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلال السنوات الماضية وبفضل الله تسقط الأمطار بكميات جيدة على جميع مناطق الكويت، فيستبشر الكبير والصغير وتعم الفرحة الجميع. لكن ما يثير استغراب العاقل أنه في كل مرة يسقط فيها المطر تغرق الشوارع وتتعطل مسيرة السيارات، إضافة إلى وقوف الكثير منها عن العمل، كما أنه قد تم تسرب المياه إلى مجمعات تجارية معروفة وإلى سراديب بيوت الأهالي مرات عديدة، علاوة على أنه قد تكونت بحيرات بين منازل الأهالي وأصبح الانتقال من مكان إلى آخر صعبا ومكلفا، وهو الأمر الذي أصبح متكررا لعدد من السنين المتابعة. فبالرغم من تحذير هيئة الأرصاد المختصة وإدارة الإطفاء العامة، إلا أننا نواجه ما قد سبق أن واجهناه في السنوات السابقة، والسؤال هو من هو المسؤول عن تكرار أحداث غرق الشوارع وخسارة الأملاك؟ هل هو إدارة صيانة الشوارع أم هو الوزير المعهود إليه إنجاز أعمال الدولة بكل أمانة، أم هو الموظف المكلف بأعمال الصيانة مباشرة؟ فمن غير المعقول ونحن في دولة من أغنى الدول ومن أكثرها رفاهية أن نعاني مشاكل لا يعقل بكل المقاييس أن نعانيها، وليس من المقبول أيضا أن توكل أحوال المجتمع إلى من لا يستحق حمل المسؤولية. ونظن أن الشعب قد تحمل كثيرا جراء تبعات إهمال المسؤولين في الدولة، واستغرب استمرارهم في مواقعهم رغم قلة نشاطهم وإنجازهم. لذلك نوجه مطالبتنا إلى وزير الأشغال مناشدينه الحرص على سلامة شوارع الكويت ومواطنيها ومتابعة أحوال صيانة المجارير في كل المناطق ومساءلة المقصرين ومحاسبتهم على عدم إنجاز ما يفترض أن ينجز. ودمتم بخير.